أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. جرب. À présent, nous invitons le président Ahmed Tidiane à livrer le discours de Akhba.